شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. الله تعالى في هذه الآية الكريمة يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أول نقطة تلفت انتباهنا في هذه الآية كلمة يريد. إنما يريد الله، ما هي هذه الإرادة وما معنى هذه الكلمة؟ الإرادة الإلهية على نوعين. النوع الأول الإرادة التكوينية. الإرادة التكوينية تتعلق بذات الفعل، يعني هنالك إرادة من قبل الله، وهنالك فعل خارجي تتعلق به هذه الإرادة. إذا تعلقت الإرادة التكوينية بشيء فلا يمكن محال أن يتخلف المراد عن الإرادة. الله تعالى يشير إلى هذه الإرادة بقوله: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. لا يحتاج إلى كلمة كن، نحن نحتاج إلى الكلمة، ونحن نحتاج إلى الفعل، ونحن نحتاج إلى المقدمات، ولكن الله غني مطلق لا يحتاج حتى إلى كلمة كن. بمجرد أن تتعلق الإرادة التكوينية الإلهية بشيء يتحقق ذلك الشيء، ولا فرق عند الله بين الصغير والكبير. الصغير والكبير يلاحظ فيه المحدود، ولكن المطلق ليس عنده صغير وكبير،
يخلق بشرا واحدا أو يخلق 100 مليار من البشر، إرادة تكوينية واحدة تكفي في ذلك. هنالك حديث لطيف يقول الله تعالى في هذا الحديث: لو اجتمع البشر، كل واحد منا، احنا البشر، الى اماني، الى طموحات، من يوم ان نعقل عندنا طموحات، والى يوم نموت وطموحاتنا معنا. هاي الدنيا مو مكان تحقيق الطموحات، مو مكان تحقيق الامال. هذه الطموحات التي تبدأ ولا تنتهي. الله تعالى يقول: إذا حققت طموحات مو واحد من البشر، يعني مو طموحاتك وطموحاتي وطموحات فلان وفلان، وإنما اجتمع البشر كلهم من آدم إلى قيام القيامة، وسألوا الله تعالى كل ما يشاءون، كل طموحاتهم سألوها من الله، وأعطيت لكل واحد منهم ما أراد الجميع. مو كل واحد اعطيته طموحاته، اعطيته آماله وآمال كل البشر لكل واحد. ما نقص من ملكي مقدار ذرة. هذه هي الإرادة التكوينية المطلقة التي لا يحدها شيء. النوع الثاني الإرادة التشريعية. شنو معنى الإرادة التشريعية؟ الله يحب الشيء ولكن يحب أن تفعل ذلك الشيء باختيارك أنت البشر. في النوع الأول الله يريد الفعل، وفي النوع الثاني الله يريد أن تريد الفعل. الله يحب أن نحج، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب أن تريد الحج، أن تختار الحج باختيارك. إذا اخترت الحج يتحقق الحق في الخارج، وإذا ما اخترت الحج الله أوكل القضية إلى نفسك، إلى اختيارك وإلى إرادتك. الدليل على هذا النوع الثاني من الإرادة، الدليل على النوع الأول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الدليل على النوع الثاني قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. الله يأمر المترفين، يأمرهم بالطاعة، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، كما تقول أمرته فعصاني. الله يأمر، الله يريد، ولكن هذه إرادة تشريعية. إذا أحببت تقوم بهذا العمل، وإذا لم تحب لا تقوم بذلك العمل. الله لا يريد جبرك على ذلك، ولكن الله تعالى يجبر الشمس على أن تشرق، يجبر قلبك على أن يدق، ويجبر الدم أن يجري في عروقك. هذه إرادة تكوينية وهذه إرادة تشريعية.
نأتي إلى الآية الكريمة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذا أي نوع من الإرادة؟ هذه إرادة تكوينية أو هذه إرادة تشريعية؟ أيهما؟ سؤال: الإرادة التشريعية لله هل تختص بأهل البيت؟ الله يريد الحج، إرادة تشريعية، هذه الإرادة خاصة بأهل البيت؟ أو الله تعالى يريد من كل البشر ولله على الناس حج البيت مو على أهل البيت؟ هذه الإرادة عامة لكل البشر الذين تتوفر فيهم هذه الشروط، مو خاصة بأهل البيت. الله تعالى يريد منا الصدق، يريد من أهل البيت الصدق أو يريد من كل البشر الصدق؟ الله يريد من كل البشر. إذن هذه الإرادة مو إرادة تشريعية، الإرادة التشريعية عامة لكل البشر، هذه إرادة تكوينية. يعني الله كما يشاء تكوينا أن تشرق الشمس، وكما يشاء تكوينا أن تهبط الأمطار، وكما يشاء تكوينا أن يولد فلان، كذلك يشاء مشيئة تكوينية خاصة بأهل البيت أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. لذلك نقرأ: خلقكم الله أنوارا. من اليوم الأول الله تعالى خلق هذه الصفوة أنوارا. ونقرأ في الزيارة، زيارة أول رجب، ونحن على أعتاب أول رجب، نقرأ في زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت فيها، وطهر حرمك. 10 مرات تكررت كلمة الطهر. هذه إرادة تكوينية، الله خلق هؤلاء أطهارا، الله خلق هؤلاء منزهين. جيد، هذه الواقعية القرآنية. نأتي إلى الواقعية التاريخية: من هم أهل البيت الذين أراد الله إرادة تكوينية أن يطهرهم؟ من ذول؟ زوجات النبي صلى الله عليه وآله أراد الله إرادة تكوينية أن يطهرهم. هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد الله أن يطهرهم تطهيرا تكوينيا. ذلك الرجل بعد يومين من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصعد فوق المنبر، مو إحنا روينا هذا الحديث، هم رووا هذا الحديث. اقرأوا كتاب السبعة من السلف، يذكر مصادره من كتب العامة. قال: إن لي شيطانا يعتريني، فإذا اعتراني فاجتنبوني. هذا هو الذي طهره الله وأذهب عنه الرجس. هذه صورة، وصورة ثانية: علي صلوات الله وسلامه عليه يقول: والله
لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. هذا هو الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا؟ أو ذلك الرجل الذي يقول إن لي شيطانا يعتريني فإذا اعتراني فاجتنبوني؟ هذه صورة وهذه صورة. الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها التي يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، هذه هي من أهل آية التطهير ويطهركم تطهيرا. أو تلك المرأة التي راجعوا صحيح البخاري، ما أقول مكان بعيد، صحيح البخاري وهو أهم كتاب عندهم، يذكر هنالك في باب زوجات النبي صلى الله عليه وآله النبي يشير إلى بيت تلك المرأة ويقول عجيب، في صحيح البخاري هذا الحديث موجود، كيف أن الله أراد أن يظهر الحق من أفواههم وفي كتبهم وبأقلامهم. يقول أشار إلى بيت تلك المرأة وقال ها هنا فتنة الشيطان، من هنا يطلع قرن الشيطان. هذا في صحيح البخاري، راجعوا صحيح البخاري. هذه مرأة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، وتلك مرأة يطلع من بيتها قرن الشيطان وبيتها محل فتنة الشيطان. الشاعر يقول حفظت 40,000 حديث، يقولون كانت تحفظ 40,000 حديث، ومن الذكر آية تنساها. تحفظ 40,000 حديث ولكن الله تعالى يقول وقرن في بيوتكن. النبي في حجة الوداع خاطب زوجاته قال هذه الحجة ثم ظهر الحصيرة، يعني هاي آخر مرة تطلعون، بعد هذه الحجة اللي هي حجة الوداع إلزموا ظهر الحصيرة في البيت، قعدوا في بيتكم، هذه الحجة ثم ظهر الحصيرة. والله يقول وقرن في بيوتكن، ولكن تخرج ذلك الخروج المعروف وتقتل في هذه الخروج 17,000 واحد من أبنائها. هذه هي التي طهرها الله وأذهب عنها الرجس، هذه أم هذه؟ سمعت راجعوا كتاب السبعة من السلف موجود ويذكر مصادرها واحدا واحدا. سمعت يوما من الأيام رجلا أو امرأة تقرأ قوله تعالى وقرن في بيوتكن، فأخذت تبكي حتى ابتل خمارها من بكائها، ولكن بعد خراب البصرة، بعد قتل 17,000 واحد من الجانبين، ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخر الآية، فكيف بمن يقتل 17,000 واحد؟ هؤلاء هم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ابن عباس يدخل عليها في لحظات الاحتضار فقال لها كلاما، فقالت دعني يا ابن عباس، لوددت أني كنت نسيا منسيا. راجعوا كتاب السبعة من السلف حتى تعرفوا شنو معنى نسيا منسيا، لا أتمكن أن أقوله فوق المنبر، ليتني كنت نسيا منسيا. هذه الواقعية القرآنية وهذه الواقعية التاريخية،
وتلك الواقعية الروائية راجعوا كتاب إحقاق الحق للقاضي نور الله الششتري رحمة الله عليه، يذكر 70 مصدر من مصادر العامة أن هذه الآية نزلت في رسول الله وفي علي وفاطمة والحسن والحسين. صلوات الله عليهم أجمعين. هذه كلمة. الكلمة الثانية، من الأشخاص الذين وفقوا؟ حقيقة هذا توفيق، تشوف واحد يجي إلى هذه الدنيا ويعيش عمر ثم يخرج من هذه الدنيا وما خلف شيئا. كتبت كتابا؟ لا. طبعت كتابا؟ لا. سويت مسجد؟ لا. سويت حسينية؟ لا. هديت رجلا؟ لا. توفيق، هذا خذلان إلهي. بعض الأفراد الله يخذلهم، ما إلهم توفيق. واخذل من خذله. من الأفراد الذين وفقوا في إظهار هذه الصورة، صورة أهل البيت، تلك الصورة النقية، صورة ويطهركم تطهيرا، خادم أهل البيت، ويكفيه شرفا ذلك السيد محمد كاظم القزويني رحمة الله تعالى عليه، من خلال كتبه، من خلال سفراته إلى البلاد البعيدة في شرق الدنيا وفي غرب الدنيا، وفق إلى إظهار هذه الصور. الناس ما عندهم عناد، الناس إذا عرضت عليهم صورة بيت الفتنة فقط، ما عرفوا غير بيت الفتنة، ما عندهم بديل، لا يعرفون. ولكن إذا عرضت صورة بيت الفتنة وعرضت أيضا صورة يرضى لرضاها، من ينتخبون؟ ينتخبون هذا النموذج أو ذاك النموذج؟ قطعا ينتخبون هذا النموذج. الإشكال في العرض، عرضنا إحنا ضعيف. إذا تعرض واحد إن له شيطانا يعتريه، وواحد يقول ما فعلت، لو أعطي الأقاليم 7، عاقل ينتخب ذلك النموذج؟ إذا عرضت صورتان، صورة يقول كل الناس أفقه من فلان حتى المخدرات في الحجال، وصورة يقول سلوني عن طرق السماء فإني أعرف بها من طرق الأرض، لا يقولها بعدي إلا كذاب، الناس ينتخبون هذه الصورة أو تلك الصورة. المرحوم رحمة الله تعالى عليه كان عنده برنامج بعث الكتب إلى بعض البلاد. نقل لي بعض الثقات أنه في يوم من الأيام جاءته رسالة من رجل في تلك المناطق، لاحظوا هذه الكلمة، يقول إننا كنا ننظر إلى علي شزرا، يعني نظرات حاقدة إلى علي، مو واحد بعيد، علي هو الإمام الأول أو الإمام الرابع، يعني ماكو خلاف بين الأمة على ذلك، ولكن هذا الرجل البعيد من أين يعرف؟ كنا ننظر إلى علي شزرا وكنا نتصوره والعياذ بالله حاسدا لمن قبله، أعوذ بالله من هذه الكلمة، حتى وصلت كتبكم فعرفنا الواقع. إذا كانت حقيقة عندنا كتب،
إذا كانت عندنا كلمة، إذا كان عندنا صوت، الناس كانوا ينتخبون هذا النموذج أو ذلك النموذج. الله يوم القيامة لا يسألنا عن ذلك. إحنا اللي الآن موجودين والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إحنا كيف اهتدينا إلى الحق؟ مو بجهود أولئك؟ لولا تلك الجهود لما كنا وصلنا إلى هذا الحق. المجدد الكبير رحمة الله تعالى عليه ينقل في أحواله، لاحظوا الجهود، يقولون أنه في يوم من الأيام دخل عليه رجل من أهل العلم، هو كان دأب احترام الجميع، كل مؤمن كان يحترم عنده، ولكن احترم هذا رجل الدين احترام فائق، احترام لا مثيل له. راح استقبل إلى الباب ثم ودعه إلى الباب وأجلسه في مكانه وما أشبه ذلك. اللي هذا العمل ألفت انتباه الحاضرين. بعد ما ذهب سألوه أنه سيدنا شنو خصوصية هذا الرجل؟ قال في الواقع هذا الرجل ضحى أكبر تضحية في حياته. أنا وهو كنا ندرس في الحوزة العلمية وبلغ مرحلة الاجتهاد، يعني أعلى مرحلة، ثم أراد أن يرجع إلى بلاده، مثل واحد رايح إلى الجامعة في بلد من البلاد أخذ الشهادة، الآن يريد يعود إلى بلاده حتى ينفع المجتمع. يقول أراد أن يذهب إلى بلاده، في الطريق وصل إلى قرية، صار وقت الظهر ما سمع أذانا، ماكو أذان. سأل أنه ليش ماكو أذان؟ قالوا له ما هو الأذان؟ أذان شنو؟ قال الأذان اللي يؤذن من فوق منائر المساجد. قالوا المسجد يعني شنو؟ تبين أن هؤلاء لا يعرفون من الدين شيئا. ما الذي يفعل هذا العالم؟ هذا العالم يعني لازم يحطم نفسه، هذا معناته، لأنه واحد يعيش في قرية، واحد عالم في هذا الوزن يعيش في قرية كل أهلها ضلال وبعيدين عن الدين، معناه تحطم وما يقبلونه، ما حد ما يقبله، ولكنه إيثارا لإيصال كلمة الحق، الذين يبلغون رسالات الله. بقي في تلك القرية وبقي في تلك القرية وعانى ما عانى حتى حول كل تلك القرية إلى مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الرجل كان يمكن أن يكون مرجعا للتقليد، ولكنه حطم نفسه من أجل إنقاذ قرية. هذا الرجل جدير بالتقدير. الحقيقة الذين كانوا قبلنا بذلوا وتحملوا وخلفوا هذه الآثار، نسأل الله سبحانه وتعالى كما وفقهم أن يوفقنا أيضا لنتمكن أن نوصل صورة هذه الصفوة الطيبة التي أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا، نوصل هذا الصوت إلى العالم كله وإلى الأجيال القادمة، حتى نكون من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرد
شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي